يحزن فعلا ان نشوف بين واقع المسلمين اليوم ناس تصوم وما تصلي. صوم بدون صلاة ما ينفع صاحبه، صوم بدون قرآن ما ينفع صاحبه، صوم يملأه النوم ما ينفع صاحبه. آيات الصوم اللي وردت في القرآن ابتدأها الله عز وجل لعلكم تتقون، بيّن الله عز وجل الغاية العظمى والهدف الأسمى من تشريع الصيام هو تحقيق التقوى، تجعل بينك وبين النار وقاية وحاجز. وقال في آخر آيات الصيام يبين آياته للناس لعلهم يتقون، ليكن لنا من صيامنا الحظ الأكبر من زيادة معايير التقوى في قلوبنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى.